حافظ النمرة. اهلا وسهلا متابعي قناه شوف تي في، مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر من مدينه الدار البيضاء. معنا هذه الشابه المرضيه اللي السن ديالها 27 سنه، اللي والديها معاقين، الاب والام ديالها ما عندكش خوت اخرين، هي اللي تتحاول انها تخدم عليهم. مره كتخدم عليهم في مكان، يا في ديور يا في كتخرج تطلب عليهم. داك العام للاسف ما عيدوش، الان كنتمنوا ان هذه العيد هذا تعيد. السلام عليكم. عليكم السلام اختي. عندنا المشكل ديالك شحال ديك العام؟ اختي سميتي بديعة، السن ديالي 27 سنة، وعندي الوالدين ديالي كنسكن في ولاد حد المزابيين، عندي والديا معاقين بجوج، الأم ما كتشوفش وما كتنوضش، والأب كيشوف ولكن ما كينوضش، والحالة مزرية، وعندنا واحد البيت يعني داخل ما فيهاش رجم لا حتى شي حاجة، والأم ديالي فيها الضيقة كتخنق. وما كاينش لا تلفوس لا حتى شي حاجه، غير الناس هما اللي كيحنوا فينا. كاين نهار اختي اللي كان الفطره وما كنتغداو وما كنتعشاو، ومره كنخدم في ديور كتجيب لك 30 درهم ولا 40 درهم، يلاه كتوكل عليهم، يلاه كتشري بها الزيت والسكر، الزيت والسكر ما كتشريهم لك والحمد لله، ولكن اختي خاصك تشري ليكوش، خاصك مصاريف، خاصك الكرا، ومور الدار ما كاين المجتمع، ومور الدار ما كيرحمش، ما خاصك تخلصي لي كرا وكريم 14000 ريال، وبابي الموضوع كيتقام 17000 ريال اختي، والوالدين دول ما باغا حتى شي حاجه، انا باغا غير السكن وفين نعيشوا انا والديا. نعم. وكنطلب دابا من الله ومن المحسنين شي محسن يشوف من حالنا. توقفتي على القرايه باش كتجي تخدمي؟ توقفت على القرايه على قبل والديا، كنشوفهم يعني محوطين الارض، ما كيجي داخل تقبض النعنايا الاخر باش تخدم، مره ديري 30 درهم مره 40 درهم باش كتوكلي. بدا اقسم بالله العظيم الى الصباح، الى الصباح فطرنا دابا ما غنتغداو ما غنتعشاو، اقسم بالله العظيم. بديت شي واحد السيد كان حدا تما شاف الحاله ديالو، داك الشيء مسكين خلص ليا شهرين ديال الكره، شهر 3 وشهر 4، وهاد الشهر هذا خلصوا ليا غير الناس. كنتي كتقري مزيان؟ امتى خرجتي من الدار؟ خرجت شحال هادي، خرجت من السابعة. كنتي كتقري مزيان؟ كنت كنقرا مزيان وداك الشيء، ومشيت الوالدين ديالي يعني شادين الفراش وهذا، ما قدرتش نكمل قرايتي، خرجت نعري على كتافي. هذاك العام ما عيطش واحد العام، ولكن انا الحاجه الوحيده اللي باغا هي السكن يكون ديالي فين نعيش انا ووالديا. والله ودابا كنطلب الله من المحسنين ومن سيدنا الله ينصرو يشوف من الحاله ديالنا، اللي ما يعني اللي ما تاخشيش يشوف الحاله بعينيه، ما كاين ما نخبي. كيفاش تا الام ديالك بقات كتشوف شحال كان عندك السن؟ كنت كنقرا وفي نص الوقت من قبل كوفيد، من قبل كوفيد كانت طاحت على الظهر ديالها، ما بقاش كتنوض، وعينها جاتهم الجلاله، وبا راجل كبير عنده 94 عام، كان كيخدم كان كيخرج بحال كانت الناس كيحنوا فيه وداك الشيء. دابا ما كاينش اللي حنفك فيك والو، تعرفي الدار البيضاء فيها الدياب اختي. كاين غير بوحدك معاك؟ كاين غير انا اللي كاين عندهم والله. مزوجات؟ لا. قولي لينا فين سكنتي بالضبط؟ كنطلب من والله ما فين سكنتي بالضبط؟ راه في ميرين فهرية، في جهة القرية. كاري تما بشحال؟ كاري ب 14، كاري دابا في ولاد حد المزابية كاري ب 14، وبابي الموضوع كيتقام 17. داك العام عيطتو؟ لا ما عيطناش اختي. عيطوش هذاك العام؟ أول عام ما كتعيدوش؟ أول عام ما كنعيدوش، أما كانوا كيشرو لينا الناس، وكان أول عام دابا هو اللي ما غاديش نعيدو فيه، باش با صافي طاح، اللي كتشوفي الناس معيدين وفرحانة، وشي واحد آخر يعني سد عليه بابو، ووالدي كتشوفهم حداك محوطين وديول لك راه أختي، والله نحمل كل تلاح عليا، كنطلب دابا من الله ومن خوتي يشوفوا من حالنا ويشوفوا الحال يعني بعينيهم. يعني عارفين والديك كتخرج تخدمي؟ عارفيني كنخرج نخدم وكنشي بدا ما ياكلوا. نعم. كيف كيبقى مقابل والديك؟ كيبقى مقابل هما الجيران اللي معايا في الدار. ما بغيتش يقابلو بحال هكا، اللي بغيت كاس الماء ولا شي حاجه، يعني بغيت نخرج غير للحانوت خاصني نخرج دغيا ونعاود نرجع، يعني كنخاف تخرج طوال الضربه صابعة الحيط ولا تشعل العافيه ولا شي حاجه، يعني خاصك تخرج تقضي ونرجع. بخصوص دابا
دابا انا ماشي انا ما ياكلو ما كاينش شي لا تاكلي ولا لي مد اليوم ولا شي حاجه مغاربه تبلا عطاو بحال هكا الجيران معايا انا ما ديروا بحال هكا الماء ولا شي حاجه اما الماكله وداكشي بعض المرات كنخدم في الديور بعض المرات ما كيجيبش الله ودابا كنشوف من اللهم المحسنين يعاونوني وسيدنا الله ينصرو يشوف من الحال واللي بغى يعني راه يجي يشوف الحال بعيني ملي كتخرجي تدخلي مثلا في شي دار وتخرجي طوبي كيفاش كتعامل معاك كاين اللي كتعامل معاك زوين وكاين اللي كتعامل معاك خايب كاين اللي كتمشي عندها كاع وكتسيقي لها وكلشي وكاين في الاخر ما كتخلصك كاع كتشقاي لها وكلشي وفي الاخر ما كتخلصكش يعني ما عندك ما ديري كيفاش كتحسي بالحقر كيفاش كتحسي بالحقر يعني كتشوفي واحد يعني ما عنده ولي اللي محتاج فقير واللي تحت منهم ما كيشوفوش يعني كيشوفو غير اللي بحال ما كيشوفوش اللي تحت منهم لانك شتا كتلقى 30 درهم ولا 40 درهم ما بقى ليا والو اختي تفيت لك تعرفتي مثلا ضرب عند شي وحده لا الحقره حسيتي شي حاجه الحقره كاين اللي كتسيقي له وكلشي كيف قلت لك اختي وما كتخلصك حتى خلاص ما كتعطاكش كتخرجي حتى الزرقاء كاين اللي كتلقاي فيه الحاله على راسي يعطيك وكاين اللي كيبغي وكاين اللي كيبغي منك مقابل باش يعطيك والمجتمع ديالنا راه ماشي الحمش راك عارف الضرب اذا فات ديام نعم كيفاش انت خرجتي الزنقه باقا صغيره ملي كنتي تقراي في السابعه كيفاش شفتي الزنقه خصوصا ان السابعه دريات كيقراو عدد دريات دابا اللي سمعوا باقي ديال الله كيكونوا في راسهم لا خشي مش الوالد ديالي يعني طايحين الفراش وداك الشيء خرج صافي كنت ما كنمش قريش نخرج نخدم على راسي مره كنبيع كلينيكس مره كتخرجي بدور تخدمي فيهم مره داك يحساق كل واحد كل واحد وقلبه ما كرهتيش كون عشتي حياتك بكل عمر ووقته كل عمر زعما من خرجت من 18 عام وانا كنجري على راسي كنجري عليهم باش نوكلهم وباش نشربهم وباش تخلصي الكرا ما كرهتيش شي بحال الدريات كان باقي الدريات هو انت اش قال باقي درت ولكن كتشوف والديك اخويا الغالب الله يعني فضلتي انك تهتمي بوالديك على انك فضل انا نهتم بوالدي على المستقبل شحال وكتخدم مع الناس في الدار كنخدم اخويا دابا راه شي عامين ونص بحال هكاك ولا كنخدم من نهار خرجت من القرايه علاش شي محسن مثلا بغى يعاون باش تخدم واش قدرت تخدمي نقدر نخدم اختي ولادي ولا شي بشويرة بحال هكا نبيع ونشري المهم هو نهز به والدي ما بقاش باركه حاولت اختي نقلب على خدمه وداك الشيء ولكن ما بسبب الوزن ديالي ما قال لي كيبغي يخدمك عندو مين كتبغي تنعسي باش كتحسي انا كتحسي بالاحباط كت بالحكره والوزن ديالي تا هو زيد عليا بزاف وهادي قرب العيد جامعه شي فلوس ما جامعه اختي ولا دابا اقسم لك بالله ما عندي دابا حتى باش نرجع لدار ولا باش نغدي ولا باش نتعشى والله ما عندي شريان عندك تسوق فين كيحتاقر كيلو حلك 4 دريال 2 دريال شنو النداء ديالك تمشي الناس النداء ديالي دابا المحسن داخل ارض الوطن خارج ارض الوطن بقا يتساعدوا معايا ويشوفوا الحال يعني بعينيهم ما كاين ما نخبي راه يشوفوا الحال بعينيهم ديال الوالدين انا بغيت غير ساكن فين ندير انا والديا شحال رقم التليفون بغيت الموت تجي تجي شحال رقم التليفون 07 20 60 29 58 07 20 60 29 58 إذا متابعي قناة شوف تي في كيف كتابعوا معنا في هاد السيدة هذه اللي باقي السن ديالها 27 سنة وهزات حمل ثقيل عليها قررت أنها ما تعيش حياتها ولكن فقط تهتم بالوالدين ديالها تبارك الله عليها مرضية تهز والديها رغم أنهم عندهم الإعاقة والمرض كنت داك العام ما عيدوش بالعيد والان هذا العام هذا عاوتاني بقى ما جا مع لي حتى شي حاجه ناس خدامين وجاهم العيد غالي فما بالك شخص يعني باقي غير تيطلب تيحاول يقلب على خدمه حتى تمشي تصبن شي وحده ولا شي حاجه ما كتخلصهاش كتحس بالحقره ورغم انها هي ما باغاش هذه العيشه ولكن كتاب عليها هي متقبلاها معاونه والديها
لكن للاسف حاولت انها مرارا وتكرارا تقلب على خدمه وما لقاتهاش بسبب الوزن ديالها الزائد اللي كيشوفها هكا ما تيبغيش خدمه، وخصوصا يعني خرجت من السابع يعني ما كملاتش قرايتها، فضروري ما قريتيش فغتخدم شي خدمه اللي ماشي مناسبه. ولكن حاولت مرارا وتكرارا ولكن ما لقاتش للاسف. كنتمنوا على الناس اللي تابعوا معنا هذا البث المباشر يحنوا في هذه السيده هذه اللي هازه حمل ثقيل في مقتبل العمر يعني 27 سنه باقه صغيره بزاف. كنتمنوا على الناس تساعدها وتواصل معها بالرقم اللي خلاتكم في هذا البث المباشر، خلات لكم الرقم ديالها في الاخر. اذا متابعي قناه شوف تيفي، شكرا لتتبعكم هذا البث، وصلنا للنهايه ديالو، الى اللقاء.